وللحديث حول مجريات هذه الزيارة وأبرز ما تضمنته من لقاءات، معنا مباشرة من العاصمة الباكستانية اسلام اباد سعادة الأستاذة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى. سيادة جميلة، بداية نرحب بك، ولو تطلعينا على أبرز الموضوعات التي تم التطرق إليها خلال لقاءاتكم التي جمعتكم اليوم مع عدد من كبار المسؤولين بجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة. طبعا هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس الشورى وكل من مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية بجمهورية باكستان الشقيقة، وخاصة فيما يتعلق بالتنسيق المشترك في المحافل البرلمانية الدولية، وما يطرح من قضايا وموضوعات مهمة من أبرزها محاربة الإرهاب والتطرف وحفظ الأمن والاستقرار في الدول. طبعا احنا على هامش الزيارة التقينا في عديد من الشخصيات المهمة، وخصوصا أبرز هاي الزيارات طبعا مع معالي رئيس مجلس الوزراء الباكستاني اللي أشاد طبعا بالتطور الحضاري اللي حققته مملكة البحرين، ونوه إلى زيارة وأهمية الزيارة اللي قام فيها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة في 2014، ملك البلاد المفدى في 2014 لجمهورية باكستان الشقيقة، ووجه خلال طبعا اللقاء الشكر والتقدير لمملكة البحرين على توجهها لبناء كلية التمريض في العاصمة الباكستانية وما تحققه هذه الكلية من عائد يعني لجمهورية باكستان الإسلامية. وأيضا خلال الزيارة أشار إلى طبعا سياسة الانفتاح الاقتصادي والتعاون الاقتصادي بين جمهورية باكستان والبحرين، ودور البحرين في تعزيز هذه العلاقة اللي طبعا تعود إلى أكثر من 100 عام ما بين البلدين الشقيقين. كما التقينا برئيس مجلس الشيوخ بجمهورية باكستان الشقيقة، وتم التباحث حول العديد من الموضوعات اللي تخدم العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين عشان نحن نوصل لأعلى المستويات في التعاون والتنسيق، وخصوصا التعاون البرلماني. نعم. وتم التأكيد على أهمية أن يكون في هناك استمرار في تبادل الزيارات بين البلدين، وتفعيلا لذلك فقد وجه معالي رئيس مجلس الشورى الدعوة لمعالي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني لزيارة مملكة البحرين. نعم. وطبعا احنا يعني توجهنا بالشكر والتقدير لجمهورية باكستان على مواقفها ودعمها الدائم لمملكة البحرين في مواجهة الإرهاب والتطرف وحفظ الأمن والاستقرار اللي في المملكة، وإن شاء الله يعني في الأيام القادمة راح يكون هناك في لقاء إن شاء الله لمعالي رئيس مجلس الشورى والوافد المرافق مع فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الصديقة. نعم. وطبعا احنا نطلع على هذه الزيارة وما سوف يتم فيه من طرح موضوعات راح إن شاء الله تخدم البلدين الشقيقين. إذن سعادة الأستاذة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، أمنياتنا لكم بالتوفيق في هذه الزيارة وشكرا جزيلا لك.